وكذلك قيمة التعايش، وهي قيمة كبرى كذلك، وأساسه الرحمة. والرحمة إذا لم يتربى عليها الإنسان ونزعت من قلبه لا يرحم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم. وفي الحديث المسلسل بالأولية، وتنتهي أوليته إلى سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: حدثنا أبو قابوس قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة صفة الله، كما قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهو الرحمن الرحيم. وقد وصف بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أمره الله بها فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. هذه الرحمة هي أساس التعايش بين الناس. وقد أنزل الله في الدنيا رحمة واحدة بها يتراحم الخلائق فيما بينهم، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها، وادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة. وقد صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. فإذا لم يتربى الأولاد على هذه القيمة، قيمة التعايش الذي أساسه الرحمة، فإنهم سيكونون من أهل الاستبداد والأنانية والظلم والبغي في الأرض، وحينئذ لن يكونوا لبنة صالحة من لبنات بناء المجتمع التي يعول عليها في نصرة الدين وإعلاء كلمة الله والتمكين لهذا الدين في الأرض. هذه القيم أيضا لا بد من زراعتها في النفوس وترسيخها في الأولاد بالممارسة قبل القول، ثم بعد ذلك إذا عقلوا لا بد أن يدركوها بالأقوال.